إذن الانفيرتد بندلم الحقيقي هو شكله كالتالي. هاي عندي هون بولي وهون عندي بولي وهون عندي بلت حزام. الحزام هذا بركب عليه كارج. كل بعرف كارج، كارج يعني زي عرباية، زي اللي بالبرينتر الانكجت برينتر. والكارج هون بركب، بكون عندي هون في بيرينج، والبيرينج مركب عليها الانفيرتد بندولوم من هون. وعلى نفس هاي البيرنج في مركب بوتنشوميتر او شافت انكودر او فيدباك ديفايس بعطيني الزاويه، فبتحكي لي الزاويه للشيء اللي بدي اتحكم فيه. انا شو هدفي اعمل؟ هدفي انه ثيتا تي بضلها زيرو طول الوقت. بس انا ما عندي تحكم هون زي الموديل اللي هلا بنيناه، انا التحكم تبعي هون. فهون انا يمكن يكون عندي جير بوكس او ممكن يكون عندي مباشره المحرك هون شغال. عندي هون دي سي موتور، والدي سي موتور فيه له كنترولر، وهون بيجي في دي سي. وهون انت بتغير مثلا البلس ويت موديليشن، فاحنا بنغير البلس ويت موديليشن. ومن وين ناخذ الفيدباك تبعنا؟ نستعمل لون ثاني. الفيدباك تبعنا خلينا نحطه بلون ثاني عشان ما تفكرش انه هذا ميكانيكال. هي في عندي هون خط او سلك، باخذ من هاي وبحول. هي هون ترانسديوسر او سنسر، وهي الكنترول. كنترولر هون شطارتك بالكنترولر ايش تعمل؟ يعني هذه على فكره مش كنترولر، هذه فعليا درايف. هذا هون الجزء اللي هون، هذا باور الكترونكس. بيستجيب لمين؟ بيستجيب للاشاره اللي بتجي من الكنترول، الكنترولر بقول له شو يعمل. هو هون فعليا هذا كله عباره عن درايف. يعني مثلا تشوبر. فهذا هون هو بس باخذ الدي سي فولتج اللي هون وبغيره لدي سي فولتج مختلف بناء على الاشاره اللي بتجي من هون. وين الذكاء؟ هذا الكنترولر بيجي الديزايرد فاليو. معروف الديزايرد فاليو بالحاله هاي. بدنا ثيتا تي تصير زيرو. وهون ثيتا تي اكتشوال. وهون ثيتا تي ديزايرد او ريفرنس. مش هيك كنتوا تسموه؟ هي كنترول سيستم كامل. هي الاكتويتر تبعي اللي بقدر احرك فيه، فبقدر احرك يمين شمال. هي السنسر اللي راجع عندي بقول لي قديش، ما هو اذا ما شفتش الزاويه كيف بدي اتحكم. بس الصعوبه هون انه ما بقدر اتحكم هون مباشره، انا عم بتحكم هون، فبدي اروح يمين وشمال زي ما انا كنت هون. هلا لاحظوا هذه فيش الا غير 1 ديجري اوف فريدم. فاهمين شو يعني ديجري اوف فريدم؟ انها ما بقدر تتحرك هيك، ما بقدر تتحرك هيك، بقدرش اوقع هيك، هذا بصير اصعب طبعا. هذا بس بيقدر يتحرك هيك ويتحرك هيك. اذا هذا ال1 ديجري اوف فريدم. حتى امنعه انه يوقع شو بصير اعمل بالكرج؟ زي ما لو انا على ايدي هون صرت احرك، بس هون طبعا عندي 2 ديجريز اوف فريدم، بقدر احرك يمين شمال وبقدر احرك الامام والخلف. اصعب هذا. السيستم هذا اسهل شوي. بعدين فبصير انا بقرر باخذ الفاليو اللي موجود من هون، وعلى اساس الفاليو اللي موجود هون الترانسديوسرز بعطيني بقارنه بالفاليو اللي موجود هون، وبصير احرك هذا اغيره يمين شمال، احركه يمين شمال. حتى هاي في مشكله ثانيه. شو المشكله الثانيه اليوم؟ طلع على السيستم هذا في كونسترينت ثاني بغلبني. الكارج حركته ايش؟ الكارج ماله سرعته امتى يوقف؟ امتى يمشي؟ ايوه تفضلي. بدك تحكي ايش كنتي؟ التراك مش بروح على الانفينيتي. ايوه قصدك ايش التراك؟ ما فيش له انفينيت من هون وانفينيت من هون. بالضبط هاي المشكله الثانيه. في مشكلتين عندي. يعني افرض انت وصلت هون وقلت والله انا حاسس الان احسن شيء اروح كمان يمين، بقول لك ما بتقدر تروح يمين كمان. هذا مش انفينيت تراك. انا مش باني، انا لو باني لك تراك انفينيت مزبوط بتقول لي ما فيش مشكله، فيش كونسترينت ثاني. هذا بروح لاقصى اليمين وهذا بروح لاقصى الشمال، بس هذا مش هيك واقع. ففعليا هو في تو كونسترينتس، ولذلك هذا السيستم اذا بده يتحلل مزبوط بده يتحلل بتو فاريبلز.
لازم اعمل سنسنج وين انا موجود، وبدي اخذ بعين الاعتبار. هذا هون تعقيد هذا السيستم، انه انا لما بوصل هون بطل عندي الخيار هذا مفتوح من هناك، بدي اعمل شيء او بدي احاول اتنبأ او بدي احاول اتجنب اني اوصل للمنطقه هاي. اذا وصلت للمنطقه هاي صار عندي مشكله. او مثلا بدي اسير احاول، تعرفوا ايش؟ اذا وضعي مرتاح هون والبندلم واقف ما فيش فيه مشكله ومش بعيد وما عم بتحرك وسرعته زيرو، شو بصير اعمل؟ بس شوي شوي بصير ارجع لهون. واذا نفس الشيء وضعي كان هون جيد ومرتاح وحسيت حالي مريح الامور، بصير ارجع بهذا الاتجاه، مش هيك؟ عشان اعطي لحالي مارجن، اعطي حالي ما هامش اني اقدر اتحرك من هون لهون. قضيه معقده مش سهله. حتى يعقدوها اكثر شو عملوا بعض سيستم دبل بندلم، بركب بندلم هون برد بركب بندلم ثاني هون، باخذ الزاويه هاي والزاويه هاي وبتحكم بالتنين. طبعا عمليه اصعب. هلا البندلم ليش انشهر الانفيرتد بندلم؟ لانه هو اعتبروه صار هو كانه تيست جيد. كيف احنا بنقول في امتحان جيد بفحصك فيه بشوف انت مهندس او مهندسه ميكاترونكس جيده ولا فاشله، عفوا معلش التعبير، فبقول والله هذا امتحان ممتاز لانه فعلا بفحص كل الكفاءه وبشوف انه هذا المهندس فهمان ولا مش فهمان. هذا تيست ممتاز، هذا تيست ممتاز لكنترولر كنترول سيستم، شوف هالكنترول سيستم بيقدر يتحكم بهذا بشكل جيد ويحقق هاي وما يضربش من الليمت من هون، ما يضربش من الليمت من هون، يخلي السيستم ستيبل وهيك.